هاي بنات، اهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم رح شارك معكم افكار لتنظيم وترتيب الثلاجة. هون كنت عم بصور لكم قبل ما بلش ترتيب، كانوا يعني الوضع لا بأس، مش انه سيء، بس انه هيك بتحسوا الغراض صعب تلاقوهم. فانا عندي ثلاجتين، وحدة صغيرة بالمطبخ ووحدة كبيرة بالمطبخ الملحق. فاشتريت هدول المنظمات، هدول جدد اللي عم تشوفون على الطاولة، وكمان هون عندي كيسين من المنظمات القديمة، هدول من بيتي القديم. قعدت افتحهم وشوف شو في عندي منظمات خارج استخدمهم اليوم كمان. كتير متحمسة شارككم افكار جديدة للتنظيم. انا اللي بتعرفوني كتير كتير بحب هاي المنظمات، وبحسهم كتير بيسهلوا الحياة. مهم قبل ما نبلش، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو اذا حبيتوا، وتتابعوني على سناب شات، وهنيك بصور لكم كل يوم افكار للترتيب وشوبينج وتسوق وكل شيء بيخطر على بالكم. ويلا خلونا نبلش. هلا اول شيء بعمله وقت بدي نظم او رتب البراد، انه بحب طلع كل شيء بقلبه يعني، فلازم طلع كل شيء، شوف شو الاشياء، بجوز في اشياء خالصه صلاحيتها او ما عاد لازم اتركها بالبراد، فهيك بطلعهم كلهم وراح امسحه مسحه سريعه. ما لي زمان ونظفته منيح. طبعا قبل ما بلش كان لازم نظف المنظمات الجديده والقديمه، لانه القديمه صار لهم زمان بالاكياس من لما نقلت على بيتي الجديد وما استخدمتهم. شفتوا ما فضيت ابدا انه نظم الثلاجه بعد ما نقلنا سافرنا وما بعرف يعني. ف هلا صار وقتهم فطلعتهم، وصار لازم نظفهم وشيل الستيكرز من الجداد كمان ونظفهم. بس لازم تنتبهوا تنشفوهم فورا بعد ما تنظفوهم، والا بيطبع عليهم نقط المي وبيصير شكلهم ابدا ما حلو ومو مرتب. اوكي، بدي انصحكم نصيحة قبل ما تبلشوا تحطوا الاغراض المنظمات وتحطوهم بالبراد، جربوا حطوا المنظمات وشوفوا كيف بدكم توزعوهم. بدي جرب حط المنظمات بقلب البراد ووزعهم قبل ما احط فيهم الاكل. هذا راح احطه باول طابق، حتى بيجي على القد، كانه لو طالبته على فكره فيكم تطلبوه كذا وحده، بس لو طالبته خمسه كان اجى على القد بس ما كان دخل. شوفوا هون في هي، فمنيح طلبت اربعه. هلا هاي عم فكر شيلها وتخلص منها، لانه هي المفروض لاناني كولا وهيك، بس حاسستها عم تاخذ محل وما عم بستخدمها ابدا. اوكي، وهلا وزعت المنظمات بالبراد وهيك صار الشكل، يعني وزعتهم بشكل مبدئي. هلا حسب الخضار والفواكه اللي عندي والقصص رح شوف شو حيضل منهم يعني. طبعا اللي ما بيعرف، هون هولندا نحن بنفصل القمامه، فعندي هاي السله للبلاستيك وهي للورق. صورت لكم اياهم من قبل وقت اشتريتهم، وكثير ناس باوروبا سالوني من وين جبتيهم هدول، جبتهم من ايكيا، كثير كثير بيساعدوكم لفرز القمامه يعني. Like about you on the high.
اوكي هاي الاختراع فيكم تستخدموه للمخلل او للزيتون لكثير كثير قصص. هلا حورجيكم. شفته من سنتين يمكن على الانترنت وقلت واو شو هالاختراع، بس قلت لا هالمره بدي اجيبه وجربه بنفسي لانه شكله عن جد حلو. هلا حسكرها هيك وهيك بيكون عندكم المخلل بوضعه الطبيعي. بس شو الفكره من هاي العلبه؟ انه بس بدكم تفتحوا وتاكلوا مخلل مع الطبخه بتصيروا بتعملوا هيك بتبرموها هيك مثل الساعه الرمليه، فبتنزل كل المي وبصير فيكم انتم تفتحوا هيك بهالطريقه وتاخذوا المخلل بكل سهوله بدون المي تبعه. واو شو رايك حسام هالاختراع؟ والله هي مبدعين اللي اخترعوه بصراحه، كثير فاضيين ورايقين بالحياه. كثير فاضي اللي اخترع عن جد، ما عنده شيء بحياته. والبال الفاضي اكثر اللي اشتراها. اللي اكتشفها واشتراها والله صح. لا بس عن جد انا بحب دائما اجرب الاختراعات الجديده. لا لا بس مفيد الاختراع. مفيد. امبارح عملت فوتوتشيني، فانا بدي كنت ورجيكم دوما حاولوا تحفظوا الطبخات بهيك صحن بايركس وله غطاء، لانه انا من قبل احيانا استسهل وحطه بالطنجره، قلت خلص انه بكره بدي سخنه، بس بالطنجره كثير كثير بيأذي الاكل وبصير بيتفاعل مع الاكل، ويعني كثير غلط تنحط الطنجره بالبراد، حتى الطنجره نفسها بتنأذى يعني. لازم دوما تحطوه هيك بتبر وير وتخزنوه بالبراد، وحتى هيك اسهل للتخزين، يعني هون فيني احط ثلاث طبخات فوق بعض. هلا للناس اللي بتحب تحتفظ بشرايح الجبنه والمارتديلا مغطايين بعلبه، عندي هذا الاختراع من بيتي القديم ورجيتكم اياه وقت نظمت ثلاجتي ببيتي القديم. شوفوا قديش حلو، بيجي ثلاث طبقات، بكل طبقه فيكم تحطوا نوع من الشرايح وبالاخير هيك بتغطون. فكره انا بصراحه حسيتها بتاخذ محل، فحسيت هيك احسن. ونحن انه كثير بنستهلك هي الجبنه الشرايح، يعني لسه ما بلحق اعبيهم بيفضوا يعني، فقلت خلص هيك اسهل. هاي الجبنة شفتوني عم بنقلا من شوي سنرتها على النار، هاي جبنة سورية يعني جبناها من المحل، بالعادة بيكون ما بدها غلي بس هاي كان مكتوب عليها انه مو مغلية فلذلك غليتها. وزعتها على وجبات هيك اسهل يعني، هيك الصبح بعرف انه بطالع هاي بحطها على حالها على السفرة فبيكون كثير اسهل يعني. Something knocked you out. You felt your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay chill. اهم شيء تزيني المرات فيها. هاي نص الليمونة ما بعرف ليش، والله العظيم اليوم حسام فتحها، أنت فتحتها. اليوم حس حاله مرشح أو راح ضاف للشاي ليمون ولا بجي بلاقي نص ليمونة. لازم هي دائما موجودة. لا دائما. اوكي سو بتعرفوا انه الفراوله اذا غسلتوها بمجرد مي ما بتنضف. من فتره قريت انه لازم نصير نحط لها بيكنج سودا منشان تقتل كل الحشرات اللي بقلبها،
فمن وقتها انا بحط لها بيكنج سودا وهيك بيطلع كل الحشرات. فهلا حاتركها ربع ساعه منقوعه فيها وبعدها اجي اغسلها. اوكي تعال نشوف كمية الوسخ اللي رح تطلع من الفراولة. واو شايفين يا جماعة قديش نزل منها شغلات. فهلأ حغير المي عليهم كذا مرة وخلاص بعدين نشفهم. هلأ لحتى تنشف معكم الفواكه بسرعة بنصحكم تنشفوها بهي تبعية الخضار، هيك بتروح منها المي أسرع مشان تقدروا تحفظوها وما تخرب. شايفين نزل كتير كتير مي من الفراولة، هلأ صار فينا نحفظها أو فيكم تتركوها على شقفة مشان تنشف لحالها شوي. هلا الفراولة فضلت اني اقطعها قلت فرد مرة بما انه عم بغسلها، لانه انا بناتي كتير بيحبوها الصبح وما بتطول عندي اصلا، يعني يومين بتخلص الفراولة. بس انتوا اذا بدكم تحتفظوا فيها لفترة اطول يفضل طبعا ما تقطعوها. وحتى كمان التوت والبلو بيري وهي عائلة التوت يعني كلها اللي غسلتها كمان يفضل تتاكل خلال يومين، لانه يعني هي من اكتر الفواكه اللي بحسها حساسة فورا بتخرب يعني. هلا صار وقت لكم شو اكثر قطعه مفضله عندي من منظمات الثلاجه، واللي هي هاي الليزي سوزن اللي عم تشوفوها. هاي اكثر قطعه ما بستغني عنها، لانه يعني فيكم توصلوا لاعماق الثلاجه، اي شيء جوا فيكم تفتلوه بثانيه توصلوا له، فهي بنصح كل الناس تجيبها. اما الباقي هن مجرد ترتيب، وكمان لما بترتبوا الثلاجه بهالطريقه كل قطعه بترجع محلها بترجع بتتعبى بمكانها، فما بترجع بتتكركب مرة تانية. بس أنا تعبني الموضوع شوي لأنه كان في ثلاجتين مثل ما لكم شايفين، فكتير أخذ مني وقت، وكمان نظفت الخضار والفواكه، فكان يوم كامل من الشغل. بس كانت النتيجة بتستحق عن جد راحة نفسية، هيك بس تخلصوا وتشوفوا النتيجة. ما بتتخيلوا يا جماعة قديش فرق، لأنه عندي برادين عن بيتي القديم، يعني حسيت قد ما أني جايبة أغراض ما عم بصير زحمة بالبراد، فهيك عن جد راحة نفسية. المهم حبيت أورجيكم إنه أنا هذا البراد أكثر شيء بستخدمه للفطور، يعني أول ما بفيق الصبح بعمل للبنات فواكه بطلع أشياء الفطور، فحبيت أترك فيه بس أشياء الفطور زائد الفواكه اللي بيحبوا يفطروها البنات، التفاح والموز هدول كل يوم الصبح يعني. وكمان هون تركت الحليب وهذا حليب القهوه، العصاير اللي بنستخدمها بين ايدينا دوما، ومثل ما كان من قبل يعني انا قبل ما بلش نظمه ورتبه هو كان هيك كمان فيه نفس الاغراض،
بس الفرق انه هلا صاروا مرتبين اكثر، يعني هلا اذا بدنا نطلعه نفطر بطلع هاي على حالها وببلش انه شوف شو بدي منها يعني، فهيك كثير اسهل. حتى هدول يعني كنت قبل افردهم هيك بقلب الرف بيصيروا يعني كثير مخربطين، هيك صار كثير ارتب. حتى لسه هون شوفوا لسه عندي مساحه. صحيح انتوا كل مره بتقولوا لي ليش بتحطي الموز بالبراد انه هيك غلط، عندي سبب، لانه نحن ما كثير بنخلص الموز بسرعه، فاذا تركته برا خلال 3 ايام بصير للكبني. انا ما بحب الموز ولا حسام، بس للبنات بياكلوه اكثر شيء. اما بهذا البراد حبيت اترك الخضار اكثر، وهدول مشروبات حسام يعني هو اكثر شيء بحب الكولا والمشروبات الغازيه، انا ما كثير بشرب كولا ما بحبها يعني. بس حالي عندي محل هلا. والله صار عندك محل كأنك بالسوبر ماركت، والله كثير انا هي حبيتها. الحلو فيها انه مجرد ما تسحبوا اي شغله تجي اللي بعدها، تجي اللي بعدها، جد كثير حلو. مثل ما قلت لكم فيكم تخزنوا الاكلات اللي بتزيد من الطبخه هيك فوق بعضهم هيك ما بياخذوا مساحه. كمان تركت هون باقي انواع الفواكه والصوصات، شويه خضار وفواكه. هون هدول درجين حبيت اتركهم بس للخضار. هلا مثل ما انكم شايفين نحن هون ما بجيب انا بكميات كبيره لانه بيخرب عندي، يعني بجيب اول باول حسب الطبخه. السوبر ماركت تحت البيت، السوبر ماركت هيك كثير قريب، فما بتحش البراد هيك الف شغله، لا بحب اجيب الاشياء فريش بس تلزمني يعني. حطيت هون كمان الحليب، العصاير، هو المفروض هذا للبيض، بس انا ما بحب احط البيض بباب البراد لانه بيخرب، يعني لازم تحط سركوه دوما جوا. وبس هيك خلصنا تنظيم البرادين، اليوم نظمت برادين والله كثير تعبوني، وهي الفريزه ضلت ان شاء الله بفيديوهات الثانية رح نظمها معكم. كمان حابة اعمل لها انه افكار ترتيب او هيك، لانه حاليا مرتبة هي، بس انا بدي يعني طريقة اقدر الاقي اشيائي بسهولة اكثر. الفكرة من هاي المنظمات انكم فيكم الشغلة اللي بتاخذوها بترجعوها مكانها يعني، فهيك ما بيخرب عندكم شيء ابدا ولا بيتكركب البراد. وهيك بكون خلصت ترتيب الثلاجتين ونظمتهم معكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم افكار الفيديو. اذا حبيتوه ما تبخلوا علي باللايك، ولا تنسوا تتابعوني على سناب شات، هنيك بس المتابعين الاوفياء موجودين واللي بيحبوا يتابعوا يومياتي كل يوم. تعي نجرب نشيلها، تعي نجرب. شوفوا ضل دقيقتين بس رح افتح عليها لانه طلعت ريحتهم، خايفه يكونوا اخترقوا. هذا صوص البيستو كل مره بتسالوني عنه، هذا فيكم تعملوه بالبيت على فكره، بس انه هون هو متوفر يعني.